السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. من جديد، الحديدة عنوان لنكبة إنسانية بعد كارثة المجاعة وسوء التغذية الوخيم، إضافة إلى نكبة وباء الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك التي كان أطفال الحديدة وفقراؤها أكثر ضحاياها على مستوى الجمهورية. منذ اجتياح ميليشيات الحوثي للحديدة ومديريتها في أكتوبر 2014 ومع التدهور الأمني واستهداف الناشطين، بدأت موجة النزوح، ومع تصاعد وتيرة التوسع العسكري للقوات الشرعية نحو الحديدة وتحول عدد من مناطقها إلى مسرح أحداث، تسارعت وتيرة أرقام الآثار الإنسانية للحرب، حيث تشير المعلومات الأولية إلى نزوح نحو 200,000 من سكان مديريات الحديدة إلى خارجها متوزعين على أغلب المحافظات. وإزاء النزيف البشري المستمر من الحديدة، تقف الحكومة الشرعية عاجزة أمام مشكلة النزوح، بينما لم يستوعب المجتمع الدولي والتحالف حتى الآن سوى أقل من 30% من إجمالي النازحين. وأغلب النازحين استقبلوا لدى أقاربهم أو أصدقائهم، أو تكفل فاعل الخير بإيوائهم في عدن وأبين وصنعاء وإب وتعز ومحافظات أخرى. في حلقة اليوم نناقش معاناة النازحين وجهود الحكومة الشرعية التي تقوم بها للتعامل مع مشكلة النازحين المتفاقمة والتحديات التي تواجهها، وكذلك ما يقدمه المجتمع الدولي ودول التحالف لضحايا الحرب التي تقودها السعودية ضد الانقلابيين في اليمن. سنحاول البحث في إجابات عن هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوف الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن جمال بالفقيه، المنسق العام للإغاثة في اللجنة العليا للإغاثة، ومن مأرب الدكتور أحمد وهان أكاديمي ونازح في مأرب، ومن عدن سيكون معنا عادل مكرشب المنسق العام لشؤون الإغاثة الإنسانية في الحديدة. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع عادل مكرشب المنسق العام لشؤون الإغاثة الإنسانية في محافظة الحديدة. مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. مرحبا بك. بداية أستاذ عادل، حدثنا عن أوضاع النازحين، إقبال النازحين على المحافظات المحررة، حجم الاستعداد لإيوائهم وترتيب ظروف نزوحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، نحن الآن هنا في العاصمة المؤقتة عدن، نستقبل النازحين من المديريات المحررة لمحافظة الحديدة. يبلغ إجمالي النازحين يعني في خلال فترة العمليات العسكرية الجديدة لتحرير مركز محافظة الحديدة ما تجاوز العدد ما يقارب 1,000 أسرة، بمعسل يعني ما يقارب 25,000 شخص. نعم. وهم لدينا استعدادات كبيرة جدا لاستقبال النازحين، سواء في المستوى الإغاثة الإيوائية أو الإغاثة الصحية أو الإغاثة الإسكانية أو الإغاثة الغذائية. فتحنا عدد من المخيمات الموجودة هنا في محافظة عدن، أو المخيمات بعض المخيمات ولا النقاط الإيوائية المتواجدة الآن في كل من المخا وكذلك الخوخة. نعم. طيب، هؤلاء النازحين الذي تتحدث عنهم، هل يعني تم ترتيب أماكن نزوحهم بالشكل المطلوب، توفير كل ما يحتاجونه أم لا؟ والله يا أخي العزيز، لا أخفيك ذكرا، أو لا مهما يعني الآن في حدود في ما يمثل نسبته يعني 55%، رغم الاستعدادات التي قمنا بها وكذلك تعاون الأخوة في المنظمات والمؤسسات الخيرية ومنظمة المجتمع المدني، إلا أن لا تصل إلى الحد الذي تتطلبه ظروف النازحين، وخاصة الازدياد المباشر يوميا، حيث يصل عدد الوافدين الأخوة النازحين من محافظة الحديدة إلى محافظة عدن فقط ما يقارب من 40 إلى 60 أسرة يوميا. نعم. طيب، اللجنة العليا للإغاثة تحدثت بأنها قامت باستعدادات كبيرة من أجل يعني ترتيب كل من يصل من النازحين وترتيب أماكنهم وأماكن النزوحين وتوفير اللازم. دور اللجنة العليا للإغاثة ما الذي عملته وما الذي قدمته؟
نعمل سويا مع الأخوة في اللجنة العليا للإغاثة لتنظيم وترتيب رفود الأخوة النازحين وإيجاد حلول مباشرة وسريعة من حيث إسكان النازحين وإيواءهم وتوفير ما تتطلب الظروف المعيشية للنازحين. قبل ما يقارب اليومين أو ثلاثة أيام نزلنا سويا نحن والأخوة في اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بالأستاذ بالفقي إلى مخيم النازحين مخيم رقم واحد الذي تتكفله وترعاه مؤسسة الشوكاني. قمنا يعني بتوزيع العديد سواء من الإغاثة الإيوائية وتوفير المكان للإخوة النازحين وكذلك مستلزمات النزوح من مواد متطلبة إيوائية أو مواد إغاثية وكذلك قمنا بإنزال العديد من الفرق الصحية إلى كثير من الأماكن من تجمعات النازحين. نعم طيب نشرك معنا في الحديث الدكتور أحمد وهان أكاديمي ونازح في محافظة مأرب. مساء الخير دكتور أحمد. مرحبا بكم حياكم الله. مرحبا بك دكتور أحمد، صف لنا أوضاع النازحين من أبناء محافظة الحديدة في محافظة مأرب. أولا نشكر قناة بلقيس على هذا اللقاء. وموضوع النازحين يعني موضوع أصبح يعني موضوع إنساني بحت، وأبناء الحديدة هم يعانون وهم في مدينتهم قبل النزوح، يعني حرموا من حقوقهم يعني حتى قبل الانقلاب هم محرومين ويعانون معاناة يعني في كل المجالات، وجاء هذا الانقلاب دمر كل شيء، حرم أبناء الحديدة وأبناء تهامة من مرتباتهم من أرزاقهم ومن ثم وصل بهم الأمر إلى النزوح. هذا النزوح لم يكونوا مجبرين عليه لولا هذا الواقع، هذا الواقع السيء الذي حل بالوطن وفي تهامة على وجه الخصوص. نعم أبناء تهامة يعني تشردوا الآن في صنعاء، في عجل، في مأرب، في حضرموت، في المهرة، في أبين، في رعد، في أكثر محافظات اليمن. نعم. طيب. ليس هناك قاعدة بيانات مكتملة عنهم. نعم. أنتم في محافظة مأرب. تبدأ إلى هذه اللحظة. نعم. أنتم كنازحين في محافظة مأرب، كيف هو وضعكم؟ ما هي يعني ظروف نزوحكم وهل تم استيعابكم وتأمين من يصل من أبناء محافظة الحديدة إلى مأرب؟ النازحين الذين وصلوا إلى مأرب مبكرا أغلبهم يعني يعانون من ظروف الإيجارات ويعانون من ظروف الغلاء الفاحش، وليس هناك مخيم، لا يوجد مأرب مخيم لأبناء تهامة لأبناء الحديدة، لا يوجد مخيم. أغلب الذين نزحوا استطاعوا يعني ابتداء أن يبحثوا لأنفسهم عن إما استوعبوهم بعض القبائل من أبناء مأرب، استوعبوهم في بيوتهم في بيوت كانت مهجورة للمغتربين وكذا، ولكن مع كثرة النازحين تعددت المطالب وبدأت الإيجارات ترتفع شيئا فشيئا واضطر الناس إلى أن يستأجروا، فالواقع في مأرب قد يختلف عن الآن عن الواقع الذي في لحج، مثلا في لحج الآن في مخيمات بدأت تنشأ لأبناء الحديدة. نعم طيب. هناك كذلك نازحين في حضرموت في المهرة لم تستوعبهم يعني لا جمعيات ولا منظمات ولا نعم. طيب بالنسبة للجهات الرسمية إلى أي مدى هي مهتمة بنازحين محافظة الحديدة والنازحين في اليمن بشكل عام؟ هل هي تقوم بخدمات معينة، توفير احتياجات معينة للنازحين أم لا؟ نعم دكتور.
دكتور. المجتمع الدولي في القانون الدولي نعم هو لا يعتبر النزوح الداخلي نزوح، ولذلك يتعامل معه بشكل سلبي بصوره سلبيه. القانون الدولي هو ينظر الى النازحين الناجين من دوله الى دوله يتعامل معهم، والنزوح الداخلي مسؤوليه القانون حقوق الانسان بالدوله. والدوله عندنا في اليمن الان وضعنا مستقر مستقر، وتبذل جهود، الجهود تبذل صراحة في مأرب في جهود بذلت كبيرة جدا من كبير السلطة المحلية، نسقت مع منظمات المجتمع المدني وعمل كثير مع مركز المسلمان، ولكنها جهود هي تبقى محدودة. النازح يحتاج إلى العلاج، يحتاج إلى المدرسة، يحتاج إلى المصاريف اليومية، يحتاج إلى أشياء كثيرة. نعم. ولا يستطيع أن يندمج مع المجتمع في موضوع البيع والشراء وكذا وطلب الرزق، لا يستطيع لأنه وضع غير مستقر وليست والأدوات غير متوفرة له. فجهود السلطة المحلية صراحة في وما نراه الآن لأبناء الحديدة في عدن وفي لحج ومن جهود تبذل من كبير السلطة المحلية المحافظ ووكيل المحافظة واللجان الناشئه التي تعمل تحت اطار السلطه المحليه لجان للنازحين، بادره طيبه، بادره ايجابيه. نعم. لكن يبقى وضع النازح وضع سيء، وضع يعني ان شاء الله له التوفيق، ان شاء الله نعم. ان يعينه. طيب دكتور النازحين الذين اجبروا على النزوح من مدينتهم. نعم. لكن احنا المفروض على ان هذا المجتمع الدولي وهذه الامم المتحده تمنع اصلا موضوع النزوح الداخلي. لماذا النزوح الداخلي؟ لماذا يضطر ابناء السحيده، ابناء الحديده، ابناء ليبي، لماذا يضطرون للنزوح؟ يضطرون للنزوح بسبب ان القوى الانقلابيه والميليشيات تتمركز داخل المدينه. المفترض ان المجتمع الدولي يقف ضد هذا الامر. وهذا هو القانون الدولي الذي المفروض القانون الدولي هو يدفع له. نعم. لان المجتمع الدولي الان له علاقه قويه بالانقلابيين. يمنعهم من التوترس في المدن. يتركوا المواطنين يعيشوا بسلام. يمنعهم حروب في خارج المدن. نعم. هنا اصلا المشكله هنا، هذا النزوح سبب الهروب التبترس في المدن بالدبابه وبالمرتاح وبالرشاش وبكذا وما الى ذلك. سببه قطع المواصلات، سببه قطع المياه، سببه اصبح النازح الان لا يجد، اصبح المواطنين في داخل مدينه الحديده امس راسل لي احد الناشطين في العمل الخيري يقول يا دكتور والله لا نجد قيمه الدواء، لا نجد قيمه، لا نجد الماء جنيه منه في الحيثه وفي وحتى في الحديده. هذا اللي يساكن في مدينته وفي بيته، فما بالك بمن عن هجروا. طيب دكتور. نعم. وفي نعم. عدن وفي لحج وفي مناطق متعدده. نعم نعم. طيب دكتور اسمح لي اعود. نعم. المشكله في اصلها لماذا هذا النزوح؟ نعم. طيب دكتور ابقى معي واعود الى الاستاذ عادل مكرشب المنسق العام لشؤون الاغاثه الانسانيه لمحافظه الحديده. دكتور عادل او استاذ عادل، السلطه المحليه، الجهات الرسميه والامنيه كيف تتعامل مع النازحين من أبناء محافظة الحديدة هناك؟ نعم يا أخي العزيز، السلطة المحلية ممثلة بالدكتور الحسن علي طاهر محافظ محافظة الحديدة، والأخ الوكيل وليد القديمي رئيس اللجنة العليا للإغاثة بمحافظة الحديدة، يبذلون الكثير والكثير يعني من أجل النازحين، رغم أننا نحن بالذات لا نعتقد باننا قمنا بالمطلوب 100%، الا انهم يبذلون الكثير بالاجتماعات مع الاخوه في المنظمات والتواصل مع الاخوه في السلطه والعمل التنسيقي ما بين استقبال الاخوه النازحين واداء الاخوه في مخيمات النازحين، وكذلك الاسر المتواجدين يعني عند اقاربهم او الذي استاجروا في هنا في محافظه عدن أو في لحج أو في أبين. نعم. طيب. جميعنا يدرك جيدا بأن نسبة ما يمثله المنظمات التي تعمل في عدن
هي لا تساوي من 20 الى 30% من منظمات المجتمع المدني المتواجده في صنعاء او في او غيرها. نعم. ومع ذلك نحن الحمد لله رب العالمين قمنا باستيعاب النازحين واستقبالهم وايواءهم وتوفير الخدمات الاساسيه من متطلبات من الجانب الغذائي والايوائي، الجانب الامني يعني يلعبون دور كبير جدا في التواصل ما بين النازحين ومحاوله حلحله المشاكل الامنيه او ما يتعلق بالامن. الحمد لله رب العالمين شكلنا طرق عمل كبيره جدا ووجه شغال يعني على مدار الساعه تعمل في خدمه النازحين. نعم. طيب ابقى معي استاذ عادل، وعوده اخيره للدكتور احمد وهان بسؤال اخير. دكتور احمد، لماذا يعني معظم النازحين في محافظة الحديدة يتجهون إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ولا يذهبون إلى المحافظات المحررة التي على الأقل يوفرون لهم ولو أدنى الاحتياجات لنزوحهم؟ لماذا يذهبون إلى المناطق التي تحت سيطرة الإنقلابيين؟ نعم. هذا السؤال؟ نعم نعم. عاجزهم عاجزين. السفر إلى عدن مشوار طويل، والسفر إلى مأرب مشوار طويل، والسفر إلى حضرموت مشوار أطول، سفر أطول. هذا أقل يعني أكبر جهد أو أكبر شيء يستطيعون إليه. مضطرين أن يذهبوا إلى المناطق، إلى صنعاء أو إلى المناطق التي لا زالت تحت سلطة الحوثيين. وهناك مواطنين نزحوا إلى المديريات، في مواطنين نزحوا إلى المديريات، إلى مديريات الحديدة. مضطرين، ما يستطيع ان يتحمل عائلته ويريد مبلغ من المال وقدره كذا وكذا ان ينزح الى منطقه بعيده. في مواطنين نزحوا الى الزيبيه، نزحوا الى القنامس، نزحوا الى الزهره، نزحوا الى مديريات المحويت، نزحوا الى مديريات حده، عاجزين عن ان يكون لديهم المبلغ الكبير الذي ينقلهم الى مأرب او ينقلهم الى حضرموت او ينقلهم الى عدن. فهذا الواقع الذي يعيشه ابناء الحليه. هم يعيشوا ظروف صعبه وظروف يعني قاسيه منذ قبل الانقلاب. منذ نظام الحكم الصالح ابناء الحديده ناس بسطاء. يعني المال محدود في ايديهم، المال مدى الديناصورات والهلامير الذين وصوا الحديده ووصوا فيها خلال 50 عام 60 عام 40 عام 30 عام. اشكرك. جاء هؤلاء الهلامير الجدد. نعم. نعم. شكرا لك الأكاديمي الدكتور أحمد وهان، كنت معنا من محافظة مأرب. وقبل أن أعود لضيوفي الكرام، نذهب الآن مشاهدينا لمتابعة آراء عن معاناة النازحين الذين نزحوا من محافظة الحديدة إلى المحافظة الأخرى، ومن ثم نعود. ابقوا معنا. الحديدة تحديدا من حي الشهداء، بسبب الحرب اللي هناك تقودها الميليشيا واتخاذ المواطنين والأبرياء دروع بشرية، أدنى بسبب الحرب جينا إلى أدن، وأدن الحمد لله الخير موجود، ما فيش أي خلاف أبد، أمور طيبة في أدن، وأهل أدن بالذات طيبين، ما فيش أي مشاكل، الحمد لله أمور بخير، وكل أغلبية سكان الحديدة هنا موجودين الحين يتواجدون أغلبيتهم. أنا محمد حميد سعيد من محافظة الحديدة حارة الربصة، نازحين إلى العاصمة عدن، والحمد لله حصلنا على استقبال تمام وعايشين مبسوطين والحمد لله، ولا أي مشاكل ولا أي شيء. علي حساني من منطقة زبيد، وبقينا في عدن، وعدن والله كويسين، معاملنا معاملة طيبة. أعيش الآن في عدن وقد نزحت من قبل إليها، وأعيش الآن نحن والجنوبيين كإخوة، ولا يوجد بيننا أي خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأخ عبد الرحمن محمد الزبيدي من مديرية زبيد، أجيت من البلاد من النازحين لمدة 4 شهور من الحرب، ولله الحمد الآن اشتريت موتور في عدن أشتغل فيه وأشقى على أسرتي، والحمد لله في هذه النعمة، وأهالي عدن مع المعيشنا ولله الحمد طيبين كلهم. والله أنا جينا هنا يعني بلادنا حرب وتعب وجو ما فيش شغل هناك، وهربنا لحنا اليوم أسبوع، جينا هنا في عدن نشتغل الحمد لله رب العالمين، وكلهم صحاب عدن ما يقصروا، والجو هناك تمام، وناكل ونشرب ونشتغل الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وارحب الان عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ جمال بالفقيه المنسق العام للاغاثه في اللجنه من عدن. مساء الخير استاذ جمال. مساء النور. مرحبا بك استاذ جمال، اكثر من مره كنت ضيفا معنا وتحدثت عن استعدادات كبيره لاستقبال النازحين من قبل اللجنه العليا للاغاثه ومن قبل المنظمات ومركز الملك سلمان بشكل عام، لكن ما نسمعه كل يوم ان هناك معاناه كبيره ومتزايده للنازحين خاصه من ابناء محافظه الحديده، اذا اين تذهب كل الجهود التي تقومون بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه للنازحين اللي اتوا من محافظه المحافظات المحرره، الجهود التي بذلناها طبعا هي اثمرت في بعض الشيء، يعني لا نقول انه يوجد في بعض القصور، لان احنا في دورنا في اللجنه العليا للاغاثه هي عمليه تنسيقيه وتوجيه المنظمات الدوليه والمحليه لاماكن النزوح واماكن الخلل. هي اللي بدات بدايه النزوح وهي عمل المخيمات اللي كنا نتمنى ان تكون افضل من ان تكون حاليا ما هي موجوده، فنحن طلبنا ان تكون في مراكز استقبال، وانما وجود الخيم الان بشكل عام سواء كان في منطقه الخوخه او الان نصبت خيم في محافظه عدن في منطقه الرباط وعلى ازدياد مستمر، هذه كبدايه موجوده. وطبعا نشكر من خلالكم محافظه لحج الذي استطاع ان يمد الكهرباء والمياه اليها، والتكاتف المنظمات المحليه بشكل عام والدوليه لايصال المساعدات الايواء والمواد الغذائيه اليها. بالنسبة للمنظمات الدولية طبعا تفاعلت معنا أكثر من لازم وأكثر من الأول، ووصلت بعض المساعدات اللي في منطقة الخوخة في مناطق الساحل الغربي. مركز الملك سلمان يعني حرك سرب من الطائرات حوالي عدة طائرات لإيصالها عن طريق البر إلى مدينة الخوخة والمناطق المجاورة والتي توجد فيها عملية النزوح. مركز الهلال الأحمر الإماراتي يعني دشن قبل فترة ووصل يعني 10,000 طن مواد غذائية إلى الساحل الغربي بشكل عام، وإجمالي اللي سيصل إلى المناطق 35,000 طن من الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب عدة جهات بدأت تتكاتف أفضل من كان من سابق. وإنما نحن نتمنى أن يفتح لنا خط آمن في مناطق معينة لإيصال المساعدات، لأن لا توجد بعض كذلك بعض النازحين في محاصرين من قبل ميليشيات الحوثي ولن يقدر يصل إليها إلا المنظمات الدولية. ونتمنى أن يكون الاهتمام بشكل كبير في داخل الحديدة وفي المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها من قبعة الممتحنة تقدر توصل إليها هذه المنظمات. نعم. طيب أستاذ جمال، إذا تحدثنا عن مخيمات أو أماكن نزوح أنتم مشرفين عليها بصورة مباشرة، أين هي وكم الطاقة الاستيعابية لهؤلاء النازحين؟ طبعا نحن حاولنا نحشد الجهود بإقامة المخيمات وأشرفنا عليها بشكل مباشر، وكذلك نحاول نوفر إليهم فتح عيادة صحية، حصر بعض الناس الموجودين الذين يسوون في التغذية، فتحنا عيادة من بعض المنظمات في هذه المخيمات. هي بداية العملية هي لا زالت هي بدأت في بحدود 70 خيمة وبدأت تتزايد الآن، ونحن كذلك وصلت 2000 خيمة من مركز الملك سلمان نحاول انصابها في عدة أماكن لإيواء النازحين. وإنما أعتقد أن في المرحلة القادمة ستتحسن ظروف أفضل من الآن بسبب أنها كتجربة أولى، وكذلك في نفس الوقت أتمنى أنها تنتهي الحرب ولا نضطر أن نزيد عدد الخيام بل يعودوا إلى منازلهم. نعم أستاذ جمال، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أنهم تبحثون عن أو تطلبون من الأمم المتحدة بالضغط لتوفير أماكن آمنة لاستقبال النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا والانقلابيين، لكن أيضا على الجانب الآخر هناك أيضا مشاكل كبيرة تعترض النازحين في المناطق المحررة، يتم إعادتهم من بعض النقاط الأمنية، يتم معاملتهم وكأنهم غرباء وليسوا يمنيين. هذه النقاط ألا يكون لكم دور في ترتيب استقبالهم، عمل مندوبين على الأقل في المناطق التي يأتون منها أو في النقاط الأمنية التي يتم عرقلتهم وعرقلة دخولهم إلى المناطق المحررة؟ الحقيقة نحن عملنا التنسيق مباشر مع محافظة الحديدة والسلطة المحلية محافظة الحديدة،
بعملية إدخال أي نازح يأتي إلى عدن، وإنما قد تحدث بعض التصرفات الشخصية، وإنما بشكل عام لا تمنع أي إنسان يدخل مناطق الحديدة. وزي ما سمعتوا في التقرير فأبناء عدن استقبلهم استقبال يعني طيب، وأنهم يحاولوا يساعدون بقدر المستطاع. وإنما لما نحن بنتحدث على مناطق المراكز الاستقبال، كنت نتمنى أن فعلا تكون مراكز استقبال في مناطق، بحيث انها تكون قبل ان توصل في بعض الـ يعني ان توصل الى مثلا محافظه عدن ولاي مناطق اخرى، الى بحيث ان يوجدون نقدر ناهلهم في عمليه استقبالهم في مناطق قريبه لنزوحهم. ولهذا وانما اي ناس ياتون الى عدن او في منطقه الخوخه او اي مناطق تحت السياسه الشرعيه، نحن نقوم بعمليه استيعابهم بشكل كبير ونوفر لهم الغذاء والماء طبعا، والجميع من المنظمات تتجه اليه طالما انهم موجودين في منطقه واحده. انما نحن كذلك نحن نعجز عن وصول كثير من النازحين الذين لا يوصلون الى المخيمات، يكونوا في احيانا في بيوت او في بعض المناطق بين الاشجار، فنحاول نحن نوفر لهم او نحن نشير اليهم ان يتوجهوا الى هذه المخيمات بحيث توصل اليهم هذه المساعدات بشكل يعني مستمر. نعم. طيب ابقى معي استاذ جمال، اعود الى الاستاذ عادل مكرشب المنسق العام لشؤون الاغاثه الانسانيه لمحافظه الحديده. استاذ عادل، هناك اتهامات كبيره بان السلطه المحليه والحزام الامني او الاجهزه الامنيه في محافظه عدن ومحافظه لحج يعاملون النازحين بطريقه كانهم من بلد اخر، ولا يعني ايضا لا يسمح لهم بالتنقل وبكشوفات رسميه انه ممنوع من التنقل، ويجب عليهم المكوث في المخيمات المحدده لهم ويمنعوا ايضا من العمل. هل فعلا هذه المعلومات حقيقيه؟ استاذ عادل، اذا ربما فقدنا الاتصال بالاستاذ عادل مكرشب. اذا اوجه السؤال للاستاذ جمال بالفقي. استاذ جمال، سؤالي كنت للأستاذ عادل بأن هناك اتهامات تقول بأن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها الحزام الأمني في محافظة لحج وعدن يمنعون أبناء محافظة الحديدة النازحين من التنقل، ويجب عليهم المكوث في مخيمات النزوح ولا يسمح لهم بالعمل، يعني حقيقة هذه الاتهامات؟ ما أعتقد الشده يعني عندما يكونوا في مناطق الإيواء والنزوح أن يمنعونهم من العمل، وإنما قد تكون في بعض النقاط زي ما قلت تصرفات شخصية للتأكد من بعض الأمور ومن الناحية الأمنية فقط. وإنما لا يعني عندهم تعليمات واضحة من فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي ودولة رئيس الوزراء، وأن أي نازحين وأي ناس يوصلون من المحافظات أن يسمح لهم الطريق إلا إذا كان في أمور أمنية خاصة بهم أو أشياء للضبط الأمن. وإنما في داخل عدن أكثرية الناس بيشتغلوا، ما حد يعترض طريقهم ولا حد يمنحهم ان يشتغلوا او يمنعوا، بالعكس هم عايشين بين ابناء عدن مكرمين معززين. نعم. طيب الدكتور علي الاهدل ناشط سياسي من جده، نرحب مرحبا بك دكتور علي. بدايه كيف تتابع مساله النزوح ابناء محافظه الحديده الى المحافظات الاخرى من خلال متابعتك واطلاعك، ما هي المشاكل التي يتعرضون لها؟ ما الذي يجب على السلطه المحليه وايضا الحكومه الشرعيه والمنظمات توفيره لهؤلاء النازحين؟ دكتور علي الاهدل، اذا مشكله ايضا مع الدكتور علي الاهدل، ربما لم يسمعنا او لم يصل حتى الان. طبعا اعود للاستاذ جمال بالفقيه مضطرا. الاستاذ جمال، الان اخر الاحصائيات لديكم يعني من أبناء محافظة الحديدة الذين نزحوا إلى المحافظة المحررة، هناك أرقام كبيرة تقول ربما وصل العدد إلى أكثر من 200 ألف من أبناء محافظة الحديدة الذين نزحوا خارج الحديدة، لكنهم موزعين في مناطق الانقلابيين وفي المناطق المحررة. أنتم في المناطق المحررة بإحصائيات رسمية، ما هو العدد الذي وصل إليكم؟ العدد اللي وصل في المحافظات المحررة هي لا يعني من بدودة النزوح من شهر يونيو أفتكر في حدود 5200 أسرة، في متفرقة في عدة مناطق منها محافظة عدن ومحافظة مارب وفي محافظة حضرموت وبعض قليل في محافظة المهرة. طبعا من بداية النزوح فنحن باهتمام كبير من السقيم مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة، وهم يلو اهتمام كبير للنازحين وحشد الجهود بحيث أن توصل إليهم مساعدات سواء كانت الإيوائية أو الطبية أو الصحية أو الإيواء أو كذلك سقية المياه.
في كثير من المنظمات الدولية هي منتظرة لدخول منطقة التحيتة في لإيصال المياه إلى التحيتة، إلى المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، بحيث أن المناطق هذه بعد تفجير أنابيب المياه في المناطق هذه انعدمت المياه، وكذلك في بعض المناطق اللي أحيانا توصل المساعدات إليهم عن طريق البحر من قبل التحالف العربي لإيصال المساعدات إليهم في مناطق التي لا يستطيعون يسيها بحكم وجود الميليشيات تمنعهم. ولهذا نحن المرة الثانية نطلب بخط آمن لوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وكذلك الاهتمام بالنسبة لأبناء الحديدة اللي موجودين داخل الحديدة لإيصال المساعدتين، لأن بالوقت الحاضر يجب أن توصل إليهم هذه المساعدات، والسفن الإغاثية تصل إليهم تباعا بدون أن تمنع إليهم إيصال المساعدات إليهم. نعم، طيب ابقى معي أستاذ جمال. سنذهب الآن مشاهدي الكرام لمتابعة هذه المادة، عدها الزميل وديع عطا عن النازحين في الحديدة والمعاناة وعددهم، ما الذي يحتاجونه، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود للأستاذ جمال بالفقيه من جديد. أستاذ جمال، البعض يتحدث يقول لماذا يفضل أبناء محافظة الحديدة أو ربما مجبرين أو بمحض إرادتهم النزوح إلى مناطق سيطرة الإنقلابيين رغم الظروف الصعبة هناك، ولا يتجهوا إلى المحافظات المحررة، برأيك ما هي الأسباب؟ أعتقد أن الأسباب الحقيقية في هذا الموضوع ليس رغبتهم، وإنما إجبارهم بالاتجاه لهذه المناطق. كذلك نحن عندنا معلومات يعني بأن كثير من العائلات يساوموهم في عملية الغذاء مقابل أن يحشدوا أبنائهم أو أنهم يجندوا أولادهم للدخول في عملية الحرب الظالمة التي شنتها الحوثيين على الشرعية. فطبعا هذا بشكل كبير، وانما كثير من العائلات التي تستطيع ان تخرج الى المناطق المحرره، واغلبيتهم يحاولوا ان يخرجوا اذا استطاعوا فانهم ياتون للمناطق المحرره ليحسوا بالامان والاستقرار والامان اكثر من داخل المناطق التي تحت سيطرتهم. ولهذا كذلك نحمل مسؤوليه المنظمات الدوليه لهذه العائلات التي موجودين تحت سيطره الحوثي، سواء كان من ابناء الحديده او عده مناطق او ابناء ريما او حجه او كل المناطق اليمنيه، بان يوصلوا اليهم ويوزعوا المساعدات، وأن يكونوا إصدار التقارير الحقيقية بمن معرقل إيصال المساعدات إليهم. فإذا تمت في عدالة في عملية التوزيع أو إيصال المساعدات لأبناء الحديدة، أنا أعتقد أن المنظمات الدولية في مهمتها في الوقت الحاضر فهي أهم بكثير من السابق. وإنما بالنسبة للمناطق الشرعية نحن على استعداد كامل، وجميع المنظمات مستعدة، سواء كان التحالف العربي الذي دائما نعول عليه أو المنظمات التي تأتي عن طريق الشرعية بإيصال المساعدات، فنحن نهيئ لهم الطريق ونفتح لهم الطرق للوصول إليها. نعم، مقدار إشرافكم على النازحين في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية، هل هناك تواصل، هل هناك تنسيق إشراف بصورة أو بأخرى، توفير لهم ما يحتاجونه، أم هناك قطيعة بينكم وبينهم؟ نحن نعتمد على بعض المنظمات المحلية وبعض الشخصيات الاجتماعية التي تستطيع إيصالها، كذلك في مدينة الحديدة في كثير من الشخصيات التي تعمل الخبز وتوزيعه مجانا، كثير من المنظمات المحلية
من خلال بعض المنظمات الأشقاء في المركز الملك سلمان تسلم لهم الإغاثة إلى إيصالها إلى هؤلاء الأخوة الذين يحتاجون إليها، مثل ما حصل في منطقة التحيتة في الفترات الماضية. ونحن كذلك سألنا على عن وصول المساعدات، فلم تصل المساعدات إلا عبر هذه المنظمات بطرق مختلفة. وعندما أتت هذا أولا، يعني نحن كذلك نحن نشاهد المنظمات الدولية أن يكون دائما باستمرار يوجد عندهم مخزون استراتيجي لاستقبال حالة الطوارئ، ليس وقت ما تأتي الكوارث أو تأتي الأحداث نحن نبحث عن ممولين أو نبحث عن أشخاص. نحن في اللجنة عن لغات الإغاثة نحن إمكانياتنا ضعيفة، نحن دورنا الأساسي هو عملية تنسيقية فقط وفتح الطرقات ومساعدتهم في تذليل الصعوبات. نعم. طيب الآن تقييمك للاهتمام من قبل المنظمات الدولية المجتمع الدولي بمسألة النازحين ومشكلة النازحين باليمن بشكل عام خلال هذه الفترة، هل هناك فعلا اهتمام كبير؟ هل هناك تقديم يعني دعم سخي للنازحين أم هناك قصور كبير من قبل المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في هذا الجانب؟ في الحقيقة في الفترة الأخيرة هذه في تجاوب، سواء كان برنامج ظل عالمي نحن عندما التقينا فيه فهو عنده استعداد كبير أن يغطي الساحل الغربي كامل بشكل عام ضمن الحديدة بسبعين ألف طن. أمس وصلت عدة طائرات موجودة من الهجرة الدولية في عملية الإيواء برضه لمخيمات النازحين في محافظة الحديدة. في اهتمام بشكل كبير، لكن المشكلة ليس في المنظمات أنفسها، المشكلة في وجود المنظمات في المكاتب الرئيسية في صنعاء ورؤساها موجودين من الحوثيين أنفسهم، وهؤلاء هم مسيطرين على العملية الإنسانية الغاثية ويستخدمونها بما يمشي تحت أهواهم وما يعطون المواطنين بما يشعروا بأنهم ممكن يتعاونوا معهم في أو يمكن يبقى معهم في عملية حشد أبنائهم وتجنيدهم للحروب. أما بالنسبة لبقية المواطنين، عندما نتحدث عن المجاعات إن خمس محافظات عدة المحافظات التي كانت تسيطر على الحوثي هي توجد فيها المجاعات، وعلى أساسها منظمة مدينة الحديدة والتحيتة والمناطق المجاورة لها بالرغم من المساعدات توصل إليها لن تصل إلى هؤلاء الناس محتاجين، وصلوا لحد المجاعة والمنظمات الدولية لم تنطق بكلمة واحدة من أجل هؤلاء والمحاصرين وإنما التقارير اللي تصدر إليها بشكل كبير يعني هي صحيحة 100%، لكن احنا نتمنى أن فعلا تكون يتفاعلون بشكل أكبر وتكون يوصلوا من ناحية التقارير إلى الحل المعالجة. نعم. الآن خطة الاستجابة الذي أعلنوا عنها 2018 توصل إلى 3 مليار دولار، استلموا فيها الآن 1.2 مليار دولار يعني الآن بأيديهم يستطيعون أن يوصلون أن يوفروا المساعدات، لأن جميع الإغاثات وجميع المساعدات المتحدة تصل إليهم لا تصل إلى منظمات غيرهم. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني خلال هذه الفترة شهدنا أكثر من لقاء من قبل المنظمات الدولية يعني بالشرعية، ألم يعني تصلوا إلى تفاهمات بإقناعهم بترك مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ونقل المراكز الرئيسية إلى المحافظات المحررة من أجل أن تصل هذه المعونات إلى مستحقيها؟ لماذا عجزتم في الشرعية على إقناع هذه المنظمات بالانتقال إلى المحافظات المحررة وعدم بقائهم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؟ طبعا احنا عندنا عدة لقاءات موجودة وهم بيقولوا نحن ننتقل بطريقة تدريجية، ونحن مكاتبنا في محافظة عدن كنا ممثلين لنا والآن ننتقل بشكل أكبر، كنا نجلس في داخل محافظة عدن مدة يوم أو يومين الآن نجلس عدة شهور، لكن هي لا يكون يكفي بهذا الموضوع، وإنما انتقالهم بشكل كبير وبشكل عام وبشكل هذا أول هو تثبيت أداء المنظمات في عملية إيصال مساعدات بجميع المساعدات، وخاصة عند فتح المعابر وكذلك يعني فتح حوالي 22 منفذ ومن ضمنها المنفذ البحري والبري وكذلك الطيران. لكن يعني بدأت هي يعني نشكر من خلالكم البرنامج غدا العالمي الذي حول نشاطه تقريبا إلى داخل محافظة عدن وبدأ ينقل الإغاثات إلى جميع محافظات الجمهورية عبر هذا المنافذ سواء كان عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق لكن نحن بالنسبة لنا لا نشاهد عملية توزيعهم في المناطق تحت سيطرة الحوثي. نحن نتمنى من خلالهم أن توصل المساعدات هذه وتوصل إلى التقارير فعلا أن وصلت إلى مستحقيها. نعم. طيب نرحب بالدكتور علي الأهدل ناشط سياسي من جدة، مرحبا بك دكتور علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله.
اهلا بك دكتور علي، من خلال متابعتك واطلاعك على الاوضاع الصعبه التي تمر بها محافظه الحديده وايضا النازحين على وجه التحديد، ما تقييمك لاهتمام الحكومه والسلطه الشرعيه والمنظمات الدوليه بتوفير ما يحتاجه النازحين وايضا الاضرار التي تلحق بابناء محافظه الحديده من قبل الميليشيات الانقلابيه؟ جميعنا يشاهد التحركات الكبيره للشرعيه وخاصه مثلا دعم الاخ محافظه والاخ وكيل المحافظه والذين يريدون اهتمام كبير بالنازحين في المناطق التي تحت سيطرتهم. الجميع يعرف ان هناك انه قد افتتح مخيمين، الاول في الواط والمخيم الاخر هو في مدينه الخوخه. هناك مواد اغاثيه وصلت الى خلال العشر الايام الاولى من الشهر الفائت الى مناطق التحيته كامله، المناطق الجنوبيه من التحيته التي كانت تقع تحت السيطره الشرعيه. كذلك الى مدينه الى نازحين من مناطق حيث في جنوب المدينه وشرقها. هناك تحرك واسع وكبير وتواصل مع المنظمات الدوليه في ايجاد وتوفير ما يحتاجه النازحون في مختلف المناطق التي وصلت اليها الشرعيه. بالنسبه للمعاناه هي الحقيقه كبيره وما زالت تتعاظم، وخاصه ان الميليشيات الانقلابيه تسعى بشكل مستمر الى عسكره الكثير من المدن التي تحتلها والاحتماء بالمواطنين، وهذا الحقيقه ما جعل من المعاناه تزداد يوما بعد يوم. يعني مع التاكيد على ان معظم النازحين هم في مناطق سيطره الانقلابيين وليسوا في مناطق سيطره الشرعيه. والتاكيد كذلك ان النزوح لم يبدا من الان، وانما النزوح كان خلال السنين الفائته. نحن نعلم ان محافظه الحديده كانت محافظه نزوح منها والى المحافظات الاخرى، وكذلك محافظه نزوح من بقيه المحافظات. الكثير ممن تم تهجيرهم من مديريات حرب وحبس وحيران كلهم لجأوا الى محافظه الحديده، كذلك من تم تهجيرهم خلال الحرب من محافظه صعده ومديريات اخرى في محافظه حجه تم تهجيرهم كذلك الى محافظه الحديده. المعاناة حقيقة كبيرة، ولكن والجهود مستمرة وتتواصل يوما بعد يوم، ونحن على تواصل مستمر مع الهلال الأحمر في محافظة الحديدة، وعلى تواصل مستمر كذلك مع مركز الملك سلمان ومع المنظمات الدولية، وأنتم شاهدتم اللقاءات المستمرة بقيادات بالمنظمات المتواجدة في عدن. الحقيقة أن هناك حاجة كبيرة، وهناك ومن هذا المنبر نوجه دعوة إلى كل المنظمات الدولية سواء يعني العاملة في مقر في أماكن تواجد الميليشيات الانقلابية أو تلك التي تقع في مناطق سيطرة الشرعية، أن يكثفوا من مساعدتهم وأن يكثفوا من عملهم الخيري تجاه هذه الشريحة التي تعاني اكثر منها. طيب دكتور علي، بنص دقيقه فقط، قد كتبت انت منشور تدعو الناس بعدم النزوح الى المدينه، ما هي الاسباب التي جعلتك تكتب مثل هكذا يعني دعوات للمواطنين في الحديده؟ الحقيقه ان الان الحديده ليست في مجال استهداف اولا، ثم ان ما تنشره الميليشيات الانقلابيه من رعب ومن هلع من ان الشرعيه ومن ان القوات التحالف سوف تقوم بالضرب بالطيران على المواطنين، هذا غير صادق، وهذا ما تحاول ان تستغله الميليشيات الانقلابيه. الميليشيات الانقلابيه تحاول على ارض الواقع ومخالفا لكلامها ان تفرغ المدينه من سكانها، وهذا ما نحذر منه. نحن ندعو المواطنين ان الشرعيه سوف تعمل بكل ما لديها من امكانيات لمنع اي استهداف للمواطنين وتامينهم، وسوف يكون جميع الاجراءات العسكريه بعيده عن المواطنين، كما راينا في التحيته لم يتم استهداف الطيران بشكل نهائي بشكل مطلق. المدينه تم تحريرها في نفس الوقت الذي تم فيه الحرب على المواطن داخل التحيته، وكذلك ما يفعل ان شاء الله في محافظة. شكرا لك الناشط السياسي الدكتور علي الأهدل، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا للمنسق العام للإغاثة في اللجنة العليا للإغاثة من عدن الأستاذ جمال بلفقي كان عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الشكر لعادل مكرشب المنسق العام لشؤون الإغاثة في محافظة الحديدة.
وأيضا الدكتور أحمد وهان أكاديمي ونازح في محافظة مأرب. ختام الحلقة تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطاء والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.